المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في لقاء جديد وأمسية جديدة من مزاج سوداني. مرة ثانية احنا بنجدد الترحاب بكم وبضيوفنا الأكارم. نرحب جدا بدكتور أنس العاقب وبأستاذ الزبير سعيد، مرحب بكم. وحقيقة لما يكون في يعني تراث إنساني يستمر مفعوله لأكثر من 100 عام، هذا يعني انه هذا منتج يعني متمدد ويعني قابل على او يعني بيقبل التمدد عبر المجتمعات لسنوات طويله. واذا كان العمل الفني يستطيع ان يعيش لاكثر من 100 عام، هذا يعني بالضروره انه يعني تكلم عن المجتمع وعبر عن المجتمع وعبر عن يعني اشياء كثيره جدا جدا. أغنية الحقيبه هي عنواننا لهذه الأمسية، ونبدأ طوالي بأغنية مع الفنان الجميل عبد الخالق عبد الله. Thank you.
Thank you.
جميل يا جميل. طيب نشكر الفنان الجميل عبد الخالق على الأداء الرائع ده، ونقول يعني زي ما بديت، لما يكون في فن يعيش مدة طويلة معناتها قدر يعبر عن المجتمع بشكل كويس، وقدر يخدم يعني قضايا كثيرة جدا. والدليل على الكلام ده تعلق الناس بالحقيبة لفترة يمكن أكثر من 100 عام، يعني دي فترة طويلة جدا لأن يمتد يعني بالذات الفنون الصريحه، لان الفنون الصريحه يا دكتور انس بتتعامل بالفيدباك، يعني انت بتعمل الفعل وبتنتظر منه الفيدباك بشكل مباشر. خليني ابدا بك يا استاذ زبير، الحقيبه يعني حزمه من الاغنيات المختلفه في مختلف الموضوعات، صحيح، واشتغلت على اذا قسمناها خلال 100 سنه بنلقاها انها هي تقريبا يعني حضرت الحقيبة أو ساهمت في تطور المجتمع المدني حتى في السودان، يعني لأنها تناولت موضوعات كثيرة جدا جدا. فماذا تقول؟ هو في جانب مهم جدا في قراءة الحقيبة لابد الناس تستصحبه، نعم، اللي هو المسألة بتاع التاريخ ذاته، التاريخ اللي أنتجت فيه أعظم أغنيات الحقيبة، نعم، يعني الفترة دي نفسها هي كانت فترة خصبة جدا، وكانت فترة بتاعت آمال وتطلعات، وكانت فترة فيها أنا أفتكر أنه يعني كان دي فترة الإخضرار بتاع الوسامة السودانية، يعني فترة الإخضرار بتاع الوسامة السودانية في كامل جمالها ونضرتها صراحة، يعني لذلك عبقرية أغنية الحقيبة في الشعر، يعني الشعراء شعراء الحقيبة، لو أستاذ أنس أنا ما ببيع موية في حارة السقايين، ممكن الجمل الموسيقية تكون بسيطة، الألحان ذاتها تكون بسيطة أقرب إلى الدائرية، لكن نحن كناس معنيين بالشعر أنا أفتكر أنه العبقرية بتاعت أغنية الحقيبة في المقام الأول كانت في النص نفسه، النص كان سابق جدا لعصره، التفكير الشعراء الحقيبة نفسهم كانوا مثقفين جدا، كانوا مثقفين رغم أنهم محدودية التعليم، لكن لو لاحظت الاقتباسات اللي حصلت لهم من القرآن نفسه ده بيدلل على انه كانوا مطلعين، المصطلحات الخشت وربطتنا بالعالم كان بيتاكد رغم انه الاتصال بالعالم كان صعب، لكن كانوا هم مطلعين ومتواصلين مع العالم، وفي عبارات كثيره جدا او مقاطع وردت بتوري حاجات كثيره جدا بتدلل على الكلام ده. نعم. فهم بس غرقوا في نهر البكائيه العاطفيه. يعني شعر بكائي من الدرجه العاليه، يعني انا دائما بقول انه لو كان هناك نهر ثالث في السودان لكان من دموع شعراء الحقيبة. يا سلام. أستاذ نارس، فن الحقيبة
هو في الأصل فن حديث، وكان لابد إنه يظهر فن يعبر عن مرحلة ما بعد سقوط المهدية والدولة التعايش اللي كان فيها الغنى ممنوع، الذكر ممنوع، أي حاجة كده جميلة كده كانت ممنوعة، المديح كان ممنوع أيضا. لكن الحقيبة استقت بدايات الأولى من انتقال الفن الشعبي القادم من كابوشية وشندي، جذبتهم درمان بعد ما قامت الدولة البريطانية وفتحت للناس حرية تناول الفنون وفعادة الطرق الصوفية كما كانت ممنوعة، المديح كان ممنوع، ولذلك الحقيبة جاءت على لقة الجو مهد. فكانت في الأول يعني نقدر نقول كانت الحانة الأولى كانت بالطنبرة، الحقيبة الأولى كانت بالطنبرة اللي هي الجماعة بالحلق كده ويصفقوا بيمسكوا الكاونتر بوينت بالحلق ده بالصفقة ماخدين الإيقاع، المغني هنا بيغني فوق زي كأنه هو بيلغي إلقاء، أنت كيف؟ فدي هي البدايات الأولى. كان لابد إنه الفن الجاي من شندي ولا كابوشية يقف هنا، يعني ممكن يكون فن القرية جاي يستولي على واقع المدينة الجديد، مدينة كبيرة، مدينة محررة، مدينة فيها كل شيء طبيعي وبالثقافة الأوروبية يعني. صحيح. فعشان كده كان لازم يحصل اختراق. والاختراق حصل في التنازع بين أسلوب الطنبرة وأشواق الفنانين الجدد للسرور في أنه يقدم حاجة جديدة، هم كانوا يغنوا طنبرة، فالتنازع ده خلى يطلع فوق غنى وسيط اللي هي نقدر نقول هي تكاد تكون شعبية، اللي هي وضوع منيح ببكي ونوح وصيح لشوفت بتريح، دي هي أول أغنية حقيبة ذات سمات شعبية. هنا المسألة شجعت الشعراء إنه ما يكتبوا تاني للطنبرة، يكتبوا شعر جديد، ناس العبادي وناس ود الرضي وناس سلطان العاشقين ديل الأوائل الغير شعر. فثبتت الأغنية شنو؟ من أغنية ذات فكرة واحدة زي ما قبل قلنا، فكرة واحدة، إلى الأغنية ذات ألف وباء من منو؟ من المديح. نعم. يعني سرور لما عمل أغانيه كلها أغنى عمل المطلع والعصاية وبعدين الكوبلي الأول والكوبلي الثاني وكده حتى فالحقيبة لما جاءت فن حديث. نعم. وللمعلومة يعني ناس الحقيبة جابوا الآلة الموسيقية. بس أنا كنت عايز شنو؟ أنا كنت عايز نجيب في النقطة دي. نعم. نسمع أغنية ونيجي رايقين عشان من النقطة دي نسترسل من نفس الحتة اللي أنت واقف فيها دي. نعم. نستمع لأغنية ونرجع تاني. جدا. طيب عفراء علي. Thank you.
شكرا جزيلا للفنان عفراء علي. نرجع من الحتة اللي كنت اتكلمت عنها يا دكتور أنس، اللي هي حكاية الآلات الموسيقية اللي ابتدت تدخل على الحقيبة، وكما تفضلت الحقيبة هي تشكلت فيها الأغنية الحديثة، أو هي شكلت بدايات الأغنية الحديثة. بعد ذاك يعني حصل يعني منها انطلقنا إلى الأغنية بشكلها المعروف الآن، حتى شكل الفرقة الموسيقية ابتدى يتغير شوية شوية. فحدثنا شوية عن هذا الجانب. أنا في تقديري إنه أبطال الحقيبة اثنين، من البادية تقدر تقول
سرور ومعه ود الرضي ومعه معه قول معاي لمين سلطان العاشقين ومعه المهم لكن تميز عن ديل كلهم انه في واحد اصلا ما انتمى للغنى الشعبي اللي قبل نحن قلنا يعني اثر على الحقيبه اللي نعم. هو خليل فرح نعم ده هو الفنان الوحيد المتعلم درس الكليه اللي عرف الثقافات كلها وارتبط بحب لمصر وكده هم ناس يعني يعني سرور لما لحن جماعة الشو عزفوها بالبيانو عزفها واحد إجريجي بالبيانو وأنا قلت ما دام عزفها بالبيانو يبقى دونت لما في زول بيعزف بالبيانو كنت أدون في ذلك الزمان يعني فدي تكون الأغنية الوحيدة اللي ممكن تكون الدونت أو تعزفت بالبيانو مثلا ومعها المعاول كمان طيب ما نعمل لك دي نعمل لك نعمل لك نموذج بس تاريخ كده الحقيقي للأغنية بتاعت الحقيبة ككل بعدين ما جاء روما لكن خليل فرح تميز أنهم هو قدم الحقيقة وقدم الحداثة نعم مع أنه الحقيبة يزال مولودة وهي ذاتها بتنتعش سببهم خليل فرح عمل عزة في هواك دخل فيها كل عناصر الحداثة وقالوا مع السلام عليكم نعم فما في زول تاني جاء إلى الآن في مأزق يعني نعم ما في زول لغاية دلوقتي كسر حاجز أغنية عزة في هواك من التركيبة بتاعتها أولاً حول المارش بتاع ود الشريف المارش ود الشريف حوله إلى مكسر يعني حامل ده إحساس هذا الوطن الآن محتل يا سلام تان تان تا دا 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 بعد القصة ماشية لقدام فبعدين بديك فرصة بعد ذاك خلي الفرح دخل مستون ودخل بعد ذاك الموديوليشن لأول مرة يتحول من تاراري داري 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 تان تان تا دا 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 صح؟ صحيح نعم فده موديوليشن بعد ذاك يهوى غنى فالس نعم. لأول مرة زول يغني فالس فالس حق في فيينا ما حق السودانيين فهو شالوا من العساكر اللي كانوا بيعزفوا في الزمن ذاك الشيء الثاني اللي عمله خليل فرح إنه حول الآهات إلى جزء من الأغنية بقت جزء من الأغنية الآه آه آه أنا آه آه جزء من الأغنية نعم صحيح نعم فالتركيبة دي اللي عملها خليل فرح ما في زول يتجوزها لليلة قول انس العاقب قال الكلام يا سلام الى الليله لا انس العاقب لا وردي لا محمد اللمين لا عبد الجبار فكيف؟ فما في هاي التركيبه دي ما في دول عملها عبد الجبار ما في الحداثة الفوق ما في دول عملها بقول لك الكلام ده فدي الحقيبه الناس اللي انتجوا كثير اللي هم سرور والامير برهان وكروم ومربنا وبتاع دول قدموا غنى كثير عشان كده ثبتت ال 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 القالب ثبت قالب خليل فرح قاعد قبله وانا بقول دائما وحسي بعمل في كتاب اسمه 100 اغنيه اللي هي رقم واحد هي عسى في هواك رقم واحد ما في الجوازة كله بما فيها كذا كذا شعيره كذا 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 فالحقيبه قدمت الفن الحديث لكن سموها حقيبه لكن فن حديث طيب يا دكتور انس في المدينه طيب يا دكتور انس خلينا نقول انه الطفره
الطفرة يعني بتاعت الحقيبة والكلام اللي انت ذكرته ده اللي ابتداه الراحل الكبير الأستاذ خليل فرح عمل نقلة كبيرة جدا، يعني عمل كيرف كبير جدا جدا من الحقيبة ودى الناس لحتات بعيدة جدا جدا، وحتى الآن الناس بيلهزوا عشان يواكبوا هذا التطور وهذا التغيير. أنا داير نمشي غنية، داير أقول لك كلام. نعم أنا داير نمشي غنية. قالوا خليل فرح قال لي يا سرور غني الأغنية دي في القاهرة. نعم. واستمع لها سرور كده رغم أن الوردي متطور يعني ما عجبته، فاضطر خليل يغنيها وهو مريض، ما صوته ما زي زمان يعني، ولا صوته بيشبه صوت سرور. نعم. فسجلها ونجحت، فمكتوب في الكتب انه كان في القضاري في سرور سمع الاسطوانه اشترى كل الاسطوانات كلها وكسر. يعني ما كان بيفتكر انه هذه الاغنيه حتنجح النجاح ده. بعدين طبعا سرور ذاته اضاف للحقيبه وهو الاب الروح اللي اكيد. نعم. اكيد. طيب احنا من النقطه دي نمشي نسمع اغنيه ونجي راجعين ثاني نسمع الفنان الجميل عوض كسلة. تفضل يا عوض. صفانا واذكري عهد اللقاء والليالي في حضور واذكري متبادلين وفانا اصطفينا ظروفنا والحظ اصطفانا جينا بكل اختراع من حديث يشفي الجراح بمغادلة من شراح والقمر بضياه آلق والنسيم يهدينا أنفاس الزهور أذكري استقبل هوانا درايع زاهية ويانا في ثوب أرجوانا أما أرواحنا الخفاء رفل في أثواب عفا يوم زفاف والنجوم بعيون تسارق باشتياق تنظرنا من خلف الستور أذكري صفانا واذكري
فوضى ما فيش حد سوانا. غيرة أن الجمري يهتف بهوانا وغريت فنو يسمعنا وسطوانا. النهر ليلة ترى الطيور تسجع ترى دي عاملة موسيقى كرب نحنا صار مجلسنا عامر في طرب في نشوة في غبطة وحبور. اذكري صفانا واذكري أهلنا يا فريد الحسن يا سامي المكانة فاقد مكانا. اهدي لي تفاحة بس او برتكانا فهي غير شك مرضية. انت ملهمني لاغاني وغصر انت ملهمني لاغاني يا حبيبي هو شكرا جزيلا لعوض كسلة. ويعني احنا قبل شويه عملنا مع الكمان مع البيانو دمعة الشوق وما شاء الله سمعتوا الاصوات الجميله اللي غنت الليله معانا هنا. ده بيثبت حاجه واحده انه غنت الحقيبه مع اختلاف الاجيال واختلاف الموسيقيين تظل هي يعني مرجعيه للجميع للكل في انه يتناولوا اغنيه الحقيبه. انا ده نمشي للحته اللي انت تكلمت فيها يا دكتور انس عن خليل فرح. نعم. باعتباره يعني الحته اللي انطلقت منها الاغنيه اغنيه الحقيبه الى يعني مناطق بعيده ومشت للحداثه يعني منها انطلقنا ومشينا. بس الحته دي دارين نعرف انه هل تاثير ممكن نقول انه خليل فرح كان هو يعني المحل الحقيقي او يعني هو الفنان الحقيقي اللي قدر ينقل الحقيبه دي بشكلها ويأثر على الاغنيه الحديثه حتى يعني ثقافته. نعم. اولا خليل فرح ده خريج من اوائل خريجين كليه غردون الجامعيه. طيب. وتعين وهو من اوائل الناس اللي اسمه خليل فرح افندي. نعم. خليل فرح افندي. نعم. يعني زيه زي اي مفتش كبير في الدنيا يعني بفكره. لا لكن بالليك. نعم. لأنه هو خليل كان فنان نخبة.
نعم عايش مع الشعراء وعايش مع كبار السياسيين وكده، كانوا بيغنوا في الجلسات. لكن خلي الفرح ده انا ما بذكر ده ورد في التاريخ انه مش غنى لي في حفله الاس. نعم ما حصل. نعم بعدين هو تعلم العود من الشوام، على كل كده بيعزف شرقي كان، ومؤكدة كان بيعزف شرقي وبيعزف خماسي، كان عوادي ممتاز يعني. ثقافته خلته وعلاقته كان يحب مصر جدا بالمناسبة. صحيح نحن ونحن الشرف البازخ، شفت كيف؟ بحب بفكر يعني مصر دي جزء السودان ومصر حاجة واحدة. ولذلك وقف على الغناء في الاسطوانات اللي بيجي من مصر. أهلنا الحقيقيين ناس ود الرضي وناس العبادي وناس كرومه ما قاعد يسمعوا الحاجات دي. صحيح بيسمعوا النوبه والذكر والبتاع وبيستقوا من المحتاج ويعملوها في 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 الغنى بتاعهم. فخليل الفرح كفنان مثقف يتكلم الانجليزيه، وهو يعني يتكلم الانجليزيه افضل من العربي، لا بعد ذلك تعلم العربي، شفت كيف؟ وبقى شاعر وعنده ديوان يعني. فده خلاه يتميز انه نعم. يعرف من مصر جات الحضاره في الصحف وفي الاسطوانات وفي بتاع، فعرفها نعم. عرف المساله، عرف الحداثه شكلها كيف، عرف يعمل شنو. لكن لما قدم عسى في هواك ما وجد الرواج بالمناسبه. الناس الرواج وجدونه سرور. صحيح لانه ده غنى بيتغنى في الاعراس. صح والناس بيجوا يشوفوا الاعراس كانت منبر اكبر منبر كامل. فهو قدم المستقبل. نعم نعم خلي الفرح قدم المستقبل اللي عايشين فيه نحن الان. ده كلام صحيح. ده كلام. طيب يا استاذ زبير، الظروف ذات اللي صنعت خلي الفرح كفنان، والظروف اللي حوله والصعاب اللي لقته في حياته، هي بتاكد طبعا ارتباط خلي الفرح بالبيئه. نعم لانه خلي الفرح في تفاصيل كثيره جدا من اغنياته لو لاحظتوا يعني شعره مستنطق البيئه بشكل عالي جدا، في الضواحي وطرف المدائن مثلا. نعم ومن علي الابروف للغالغ، ومن فتيح للجوز يعني لو لاحظت بتصحب التفاصيل بتاعت المكان، يعني الصوره المشهديه في قصيده خلي الفرح مجسده. انت شعر خلي الفرح بتشوفه، بتسمعه وبتشوفه، بتشوف تفاصيله من خلال الصوره المشهديه العاليه الدقه. زمان ما كان في اتش دي، لكن كان في اتش دي في احساس خلي الفرح، صوره عاليه النقاء واضحه وواصله للناس. طيب الاها اللي عملها خلي الفرح في عزه في هواك، انا افتكر انه اها ما تكررت في الغناء السوداني، رغم انه يعني الاغنيه السودانيه غنيه جدا بالاهات. وكل ما يعني الناس تعلمت وتثقفت والساحه الفنيه شهدت فنانين مثقفين ومتعلمين، حصل تطور كبير جدا في شكل الاهات، وصولا الى اهات محمد الامين الشهيره يعني. وفي آهات كثيرة جدا عند معظم الفنانين السودانيين، لكن أنا أفتكر إنه الآهة اللي عملها خلي الفرح في عزة في هواك لم تتكرر، لأنه آهة عندها أبعاد ثلاثة. أول حاجة الآهة الأولى هي آهة وطأة الألم، لأنه قبل ما يسجل في الأسطوانة الشغل بتاعه ده بتاع خلي الفرح والمجموعة بتاعته من ضمن عزة، الطبيب قال له إنك أنت حتموت يعني، كأنه المرض كان خلاص تمكن منه. وقال لي انك انت خلال ثلاث شهور حتموت اذا سجلته ولا اذا ما سجلته. نعم. فهو سجل تحت الاضطرار، فلذلك الاهه دي فيها الم. الناس اللي بيسمعوا كويس بيميزوا في انتقالاتها مختلفه، في اهه في بطاطه الم، في زول بيتأوه، لانه اصعب درجات التعامل مع الالم هو الاهه. يا سلام. ما في ثاني اي حاجه ثانيه، الزول لما يصعب يقول لك بيتأوه من الالم، دي مرحله متقدمه جدا من شكل التمكن بتاع المرض من الشخص. فهو بيتأوه بالألم، وبيتأوه من التطريب، وبيتأوه برضو خوفه على الوطن. يا سلام. فدي ثلاثة آهات جمعتها عزة في هواك. نعم. أنا أفتكر إنه خلدت هذه الأغنية ومنحت يعني الفنان العظيم خلي الفرح. نعم. يعني تأشير الدخول لكل الوجدانات السودانية المختلفة. طيب الحقيقة مع الأسف الشديد إنه زمننا انتهى. يعني حقيقة ونحن لسه ما قدرنا يعني نملي أطراف الحديث. حاجة بسيطة. نعم تفضل أستاذ، ما خلى حاجة، لكن تأكد كل أجيال تعرفوا أنه خلي الفرح هو الفنان الوحيد في ذلك الزمن كان سياسي. نعم صحيح. وكان عارف قضايا الوطن وحققوا معاه كثير في بعض القصائد بتاعته، ولذلك يعني حتى بعد ذلك هو اشتغل حقيبة يعني. نعم. عمل غنى حقيبة يعني. نعم. الشيء الثاني كل اغاني الحقيبه الوطنيه كاتبه خليل فرح. يا سلام. نعم حقيقه طبعا الحديث عن الحقيبه يعني
شيق جدا ومحتاجين لأوقات وأوقات طويلة جدا عشان ما نقدر نجيب عليها. نحن في ختام هذه الحلقة نشكركم جزيل الشكر طبعا على تواجدكم معنا، ونشكر كل المشاهدين، ويعني إن شاء الله يا رب يعني الأحداث الجميلة اللي تكلمنا عنها في أغنية الحقيقة والنشادة إن شاء الله في فن الحديث يكون في جسر يعني يربط ما بين فن الحقيقة والفن الحديث. نحن حنختم حلقتنا مع الجميل عبد الحليم آدم، وإن شاء الله إلى اللقاء في لقاء جديد إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحني حسن مدينة.
الشرف حوله يدور استعد له شوف كديد يلصوه حسن يلاله والبدر لو غاب يقضي في بداله البدر لو غاب يقضي في بداله Oh.